السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على القناه، ونتمنى يا ربي تكونوا في كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال قهوه حارقه للدهون، ماشي ريجيم ولكن كتساعدنا على انقاص الوزن. هذه القهوه فعاله الا داومتوا عليها ولا تبعتوا النصائح. كما شفتوا في الفيديو اللي درته لكم ديال ريجيم البطاطس المسلوقه، بزاف اللي نزلوا الوزن، وكما قلت لكم انا كتقدروا تنزلوا من 3 كيلو حتى ل 5 كيلو، يعني 3 كيلو بالنسبه للاوزان اللي عندهم الوزن يعني قل من 100، ولا يعني اللي باغيين ينقصوا غير شويه، راه كيطيحوا غير شويه، يعني كتنزلي من الوزن غير شويه لانك تكوني قربتي للهدف ديالك، ويكون الجسم ديالك ما عندوش بزاف ديال الخزين الا بغينا نقولوا ديال الدهنيات اللي غادي يحيدها ولا ينزلها. اما بالنسبه للناس اللي عندهم وزن اكثر من 100 كيلو ويعني وباغيين ينزلوا، هذوك راه غادي ينزلوا بسرعه، لانه علاش غادي ينزلوا؟ يعني بزاف غادي ينزلوا 5 كيلو الا تبعوا الريجيم ديال البطاطس المسلوقه، وراه عطى نتيجه بزاف ديال البنات اللي كتبوها في التعاليق، وكاين بنات اللي في الواتساب يعني اللي كتبوا لي في الانستغرام انه نجح معاهم. كاين البعض اللي قالوا لي بان اللي ما نجحش معاهم، يعني في حاله الا ما نجحش معكم اكيد كاين شي خطا، لانه انا ملي كنقول نص كيلو بطاطا بزاف في الواتساب البنات اللي قالوا لي واش نص كيلو بطاطا في الغداء ونص كيلو في العشاء. لا، انا قلت نص كيلو بطاطا في النهار كامل، يعني فطري بيها تغدي بيها تعشي بيها ولا قسميها على ثلاثة الأوقات كيف ما بغيتي، نص كيلو في النهار ماشي نص كيلو في كل وجبة. هذا غير توضيح فقط، ما ديروا لا ملحه لا زيت لا والو، قلتها وعاودتها، ولكن جاوني بزاف ديال الاسئله في الانستغرام في الخاص والبنات في الواتساب، ولكن الحمد لله بزاف بزاف البنات اللي نجح معاهم. كاين اللي خسرت 3 كيلو، كاين اللي طيحت اكثر من 3 كيلو الحمد لله، كاين واحد الاخت طيحت 4 كيلو و700، يعني برافو ليها، وقالت لي من دابا فوقاش نعاود. انا قلت لكم اكدت من دابا 15 يوم 10 ايام حتى ل 15 يوم وعاودوه، يعني ما ديروش 4 ايام ولا 5 ايام هكا، لا ديروا غير 3 ايام حبسوا، ومن بعد كلوا يعني متوازن كما وريت لكم في الصور ديال الفيديو، كلوا داكشي متوازن واكل يعني خفيف، ومن بعد 10 ايام ولا 15 يوم اكيد تقدروا تعاودوا له، ماشي يعني تطيحي ديك 3 كيلو ولا 4 كيلو وتقولي صافي راني سلكت وتمشي تاكلي اي حاجه. لا، يعني ملي كنديروا واحد المجهود في واحد الريجيم ديال 3 ايام كنحرموا راسنا بزاف ديال الحوايج، راه خصنا نتبعوا وناكلوا داكشي متكامل ومتوازن باش نبقاو يا اما شادين في داك الوزن اللي وصلنا ليه من بعد داك الريجيم اللي قاسي، او نزيدوا نقصوا. واحد التوضيح اخر، بزاف اللي قالوا لي هذا الريجيم ماشي مزيان قاصح وهذا، انا متفقه معكم، انا قلت هذا الريجيم بالنسبه للناس اللي عندهم ثبات في الوزن، يعني الوزن ديالهم ثابت وما كيقدروش يديروا حميه، اولا كيديروا حميه وما كيهود لهمش الوزن بسرعه، هذا باش كيساعدهم وباش الجسم ديالهم يعني كما نقولوا يعطيو لواحد لو شوك ويخرج هذوك الدهنيات اللي كاينين في ستوك اللي كاينين في لوكور ديالنا. انا ما قلتش لكم بانه هذا ريجيم صحي، لا ما قلتهاش، وكنأكد انه ماشي ريجيم صحي، ولكن ماشي مرات كتحتم علينا الضروره اننا نستعملوا ريجيم قاسي وقاسح باش الجسم ديالنا يفيق وهكا نجبدوا منه الدهون المخزنه. المهم ما غادي نطول عليكم، ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات قادمه على بعض الانواع ديال الريجيم اللي تقدروا ديروهم. مثلا هاد المره درتو ديال البطاطس المسلوقه، المره ديروا واحد 15 يوم وترتاحوا ديروا ريجيم اخر اللي غادي نعطيه لكم. غادي نعطيكم انواع كثيره ديال الريجيم بحال هكا 3 او 4 ايام كيكونوا قاسحين، ولكن المفعول ديالهم اكيد 100% وعن تجربه شخصيه وتجارب دارهم حتى البنات اللي كنعرفهم، يعني مضمون 100%. المهم ندوزو دابا الوصفه ديال القهوه اللي حارقه للدهون. المهم كنعرفوا اننا ما خصناش نتعبوا الجسم ديالنا، ما نرهقوش، حتى بالنسبه للناس اللي كيديروا هذا الريجيم القاسي ديال 3 ايام ما خصهمش يديروا رياضه قاسيه، يعني يقدروا يديروا المشي فقط، وما نديروش واحد المجهود اللي لاننا الجسم ديالنا كنعطيو له واحد شويه ديال الكالوري، يعني ما خصناش نرهقوه اكثر.
الريجيم هذا البنات كما كنقول لكم دائما ممنوع على الناس اللي فيهم امراض السكري، ارتفاع الضغط والقلب ومرض الشرايين، الامراض المزمنه استشروا مع الطبيب ديالكم، كنقولها وكنعاودها. بالنسبه لهاد القهوه الحارقه هي حارقه للدهون، راه ماشي ريجيم، كتعاوننا باش داك الدهون كتفتت الاكثريه في الجهه ديال البطن والارداف، لانه الكافيين يقوم بنفس اولا بتفتيت دوك الخلايا الدهنيه اللي عندنا في الجسم ديالنا. وكما كنعرفوا ان الكافيين حتى هو كيحارب شيخوخه، كيحارب الخلايا الدهنيه، حتى القهوه نيت راسها راه كتعاون في كتحيد علينا الحرق ديال الراس الا بغينا نقولوا. المهم هذا هو اللي يعني اللي فيها زوين، ولكن ملي كنزيدوا عليها واحد المكون اخر اللي هو الحامض، هذا كنعرفوا ان الحامض كيساعد على حرق الدهون، يعني ملي كيكونوا هاد زوج مكونات بزوج بهم يعني الدهون كنحيدوا واحد الكميه كثيره كثيره كثيره. المهم غادي نبداو بالنسبه للقهوه، وغادي نقول لكم فوقتاش تاخذوها وكيفاش تاخذوها. هنا بالنسبه للمكونات عندنا اي نوع ديال القهوه عندكم كتفضلوه، قهوه عاديه انا كناخذ هذه لانه مهم 100% دوريجين ناتوريل، زوينه بزاف ريحتها زوينه كتعجبني، كناخذ هذه. وهنا راهم كاتبين بزاف الفوائد ديال الكافيين، راسهم هنايا دايرين بانه غادي نقرا لكم بانه غيش اون سافور نانا شنو كاتبين عليها. Voilà, le café a fait l'objet de nombreuses études scientifiques. Celles-ci confirment que le café améliore les performances mentales, facilite la digestion, stimule le transit intestinal. هذه كنعرفوها القهوه اكثر الا شربناها في الصباح بالنسبه للناس اللي عندهم القبض كتعاونهم. contient une source exceptionnelle d'antioxydants qui aide à combattre les radicaux libres. يعني هاد الفوائد كامله ديال القهوه كنعرفوها ومعروفه، والا كما قلت لكم زدنا عليها الحامض يعني كتساعد كثر. المهم عندي القهوه عاديه بحال هادي، انا غير كنديرها في هاد البواطه هادي ديالها، ديرها في شي علبه، يا اما كتاخذوا بحال هكا كميه كثيره كتخلطوها وكديروها في علبه زجاجيه وديروها في الثلاجه باش كتحافظ على القيمه ديالها والفوائد ديالها، اولا بحالي انا كل مره كندير. انا هاد القهوه الحارقه للدهون ما كنستعملهاش ديما، ولكن ملي كنبدا حمية كنديرها باش كتعاونني. عندي القهوه، عندي هنايا عود ديال القرفه، ندير لكم بهذا اللي حدايا عود ديال القرفه، عندي معلقه صغيره ديال القرفه مطحونه، معلقه صغيره ديال سكينجبير، شويه ديال البزار، وعندي هنايا ثلاثه ديال العويدات ديال القرنفل، ونسيت الهيل غادي نجيبو ونعاود نرجع معاكم. هنا عندي سته ديال الحبات الهيل وثلاثه ديال القرنفل او العود، كل واحد وشنو كيسميه. بالنسبه حنا كنعرفوا ان في المغرب عندنا واحد القهوه كنديروها كنقولوا القهوه المبزره، هذيك هي قهوه مبزره زوينه، غير حنا شنو الخطا اللي كنديروه هو اننا كنزيدوا السكر كنحليوها، يعني ما كيكونش عندها المفعول ديالها، كتشربي قهوه عاديه كتزيدي عاد السكر مازال. هذيك تقدروا ديروها، ولكن الا بغيتوا تحليو تحليو بالعسل الحر او لا بالسكر النباتي اللي ما فيهش السكريات بزاف، لانه نسبه ديال الكوليسترول راه كترتفع في الدم وهذاك كيعطل الحرق. هذا هو اللي كاين اللي كيقول القهوه كتعاون على اذابه الدهون وعلى يعني باش نقصوا في الوزن، وكاين اللي كيقول لا الا استعملناها، ولكن كما قلت لكم استعمال صحيح وهو اننا ما نزيدوش السكر الابيض او حتى السكر البني، نديرو العسل، ولا الا ما كانش عندنا العسل الحر نديرو السكر نباتي اللي ما فيهش سكريات بزاف. هنا غادي نبداو بالنسبه ليا انا درت في الكاسرونه باش يبان لكم، تقدروا ديروا في بريقه، وهاد القهوه هادي تقدروا تصايبوها مثلا في الصباح او لا في العشيه ديروها الا بغيتوا، ولكن غادي نقول لكم وقتاش تاخذوها. انا عندي هنايا الماء اللي كفيني باش غادي نشرب منها هاد النهار كامل، غادي ندير الماء كيغلي في الكاسرونه
ومنين غادي يغلي غادي نتلاقاو باش نديرو المكونات وغادي نقول لكم فوقاش تزيدوا الحامض فوقاش تشربوها. المهم ما غاديش نطول عليكم، غادي نخلي الماء يغلي ومن بعد غادي نرجع معكم. هنا من بعد ما غلى الماء انا غادي ندير الكميه اللي تكفيني على حساب شحال عندكم ديال الماء شحال بغيتو. بالنسبه لي انا عندي هنايا بريقه اللي غادي نشربها في النهار كامل، غادي ندير زوج معالق ديال القهوه. غادي نقص البوطه قبل ما ندير القهوه. بسم الله، داكشي علاش نقصت عليها عارفه غادي تفيض. غادي نزيد المعلقه الثانيه، طبيعة الحال غادي نحركها هكا باش تنزل. خلي غير النار شويه تبرد هكا صافي. ودابا غادي نزيد المكونات اللي عندي، يعني غادي نزيد داك الهيل والقرنفل، غادي نزيد البزار اولا البزار الاسود، غادي ندير داك العود ديال القرفه. وبالنسبه للقرفه غبره وسكينجبير باش ما يديرولناش هذوك الكويرات في الماء، انا غادي نخلطهم قبل ما نديرهم في القهوه. يعني غادي ندير هنايا غنديرهم في هذه هنايا، غندير معلقه صغيره ديال سكينجبير وغادي نزيد عليها القرفه، وباش ما تكورش غادي نزيد عليها واحد شويه ديال القهوه غبره، يعني غير واحد شويش بحال هكا. غادي نخلطهم هكا كنتفاداو انه سكينجبير كيتكور، لحقاش الا درناه مباشره غادي تكور لينا في الماء وما غاديش يعطي المفعول ديالو، حنا بغينا يعطي المفعول ديالو. صافي انا غادي نزيدو غادي نخلط. دابا غادي نزيد عليها غير شويه النار، يعني نخليها متوسطه، الريحه غزاله كطلع، ريحه ديال القرفه والعود غزاله كتحمق. انا غادي نخليها تقريبا واحد دقيقه هنايا كتغلي، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نكملوا الوصفه ديالنا. صافي هنايا كما قلت لكم دقيقه ماشي كتر، لانه علاش باش هذوك المكونات اللي درناهم ما يمشيش المفعول ديالهم يتبخر، حنا بغيناهم يبقاو في القهوه اللي صايبناها. انا هنا غادي ناخذ بريقه اللي غادي نخليها حدايا، درت فيها داك العود ديال القرفه باش منين نجي نخويه ما يتزلعش ليا. غادي نخلي فيها نفس المكونات، يعني ما غاديش نحيد هذاك العود والهيل، غادي نخليهم فيها. منين نبغي نشرب تما عاد نصفيهم. الا ما كانش عندكم البريقه فيها خصو يبان لي بالكم فوالا، الا ما فيهاش هذوك التقابي هذوك الثقوب باش كتصفي، تستعملوا صفايه وتصفيو في الفنجان قبل ما تشربوه. انا منين هذا ما غاديش يدوز. المهم انا غادي نخويها ومن بعد غادي نتلاقاو باش نقول لكم الطريقه كيفاش تاخذوا هاد القهوه. والحامض راه باقي ما درناش، هانتوما كما شفتوا انا درتها كلها، يعني القهوه كامله ما صفيتهاش نهائيا. دابا غادي نمسح غير هاد الجناب صافي، وهي القهوه ديالنا موجوده. بالنسبه للاستعمال غادي نخليوها تدفى، ما نشربوهاش سخونه، غادي نخليوها تدفى. غادي ناخذوا الفنجال ديالنا، هنايا عندي مثلا الفنجال اللي غادي نشرب فيه هذه القهوه، غادي نخليها حتى تدفى باش هكا مازال هذوك الشيء داك اللي دوك المكونات يطلقوا المفعول ديالهم مزيان. غادي نخليها تدفى ماشي تبرد، ولكن غير تدفى شويه. غادي نخويها في الطاسه ديالي ولا في الكاس اللي غادي نشرب فيه، وغادي ندير عليها واحد العصيره ديال الحامض. وهكا تاخذوها في الصباح منين يعني في الصباح في الفطور قبل ما تفطروا كتشربوا هذاك الكاس ديال الماء الا قدرتوا مع شويه الحامض والعسل
مزيان ما قدرتوش تاخذوا غير الماء ما يكونش بارد عادي كاس ديال الماء باش كنفيقوا الدات ديالنا ولا هذوك الاعضاء ديال يعني المعده والمصرن ما نخلعوهمش الصباح مساكن بالمسمن والحرشه. كناخذوا ديك الكاس ديال الماء وكنشربوا هاد الكاس هذه يعني كنوجدوا بما كنتسنى واحد شويه ديك الوقيته اللي غادي نصايبوا فيها القهوه ديالنا كتبرد كناخذوا واحد الكاس فنجال وكنصايبوا الفطور ديالنا نص ساعه مور ما ناخذوا القهوه كنفطروا. بالنسبه للفطور حاولوا ما امكن كما قلت لكم يكون متوازن يعني الخبز يكون ديال الشعير مع شويه زيت زيتون مع فرماج اولا داك الجبن اللي ما فيهش الدهون بزاف. يقدر تفطروا بالبيض مسلوق والخيار وشويه ديال الخبز ديال الشعير وتاخذوا معاه اتاي اولا تاخذوا معاه ما عرفتش انا كاين اللي كيبغي اتاي كاين اللي كيبغي قهوه في الصباح. المهم كل واحد وشنو المهم خص يكون فطور متوازن ويكون ما يكونش فيه الدهون بزاف والسكريات بزاف هذا في الصباح. بالنسبه اللي ما كيقدرش يفطر بالقهوه في الصباح يقدر يفطر عادي يعني فطورو عادي كما قلت لكم خبيز وزويته والفرماج اولا الخيار والبيض مسلوق اولا البيض اومليت يعني طيب في شويه ديال الزيت ومعاه واحد طريف ديال خبز الشعير. المهم فطور يكون عادي صحي ويتسنى واحد نص ساعه مور الفطور عاد ويشرب هاد القهوه مع دائما العصيره ديال الحامض ضروري. من بعد ما كتفطروا صافي كتقضيو شغلكم كديروا داكشي اللي كاين الغدا مور الغدا كتاخذوا عاوتاك واحد الفنجال ديال القهوه كتدفيوه شويه كتزيدوا عليه العصره ديال الحامض وكتشربوا فنجال ديال القهوه. في الكوتي اولا في ديك اللمجه ولا كل واحد شنو كيقول ليها ما تاخذوش عوض ما تاخذوا شي حاجه فيها الدهنيات تاخذوا كاس من هاد القهوه ومع شويه ديال اللوز ولا شويه ديال اللوز والكركاع على حسب المتوفر عندكم اولا تقدروا تاخذوا واحد الفاكهه موسميه بعدو غير على البنان. بالنسبه للناس اللي كيديروا الحميه يعني قاصحه البنان كيصلح للحميه ولكن عنده خاصيات ديالو. صافي هكا كيكونوا عندكم كتكونوا شربتوا ثلاثه ديال الفناجل ولا ثلاثه ديال لي طاس في النهار وحده في الصباح قبل الفطور الا قدرتوا كتفطروا عادي ومن بعد وحده مورا الغداء وواحد لاطاس في الكوتي. الناس اللي ما كيقدروش يشربوا قهوه في الصباح على الخوا يشربوها نص ساعه مورا الفطور نص ساعه مورا الغداء ويشربوها في الكوتي. هذه هي الطريقه باش كتكون ناجحه باش داك الدهون اللي عندنا مخزنه كتخرج. هذا الشيء ما كاين الغزالات بالنسبه لهاد القهوه الحارقه للدهون هي ماشي ريجيم ولكن كتعاون ملي كنكونوا دايرين حميه ولا ريجيم كتعاوننا هي والمشروب اللي نزلتو لكم واحد المره مشروب حارق ديال دابا نخلي لكم الرابط ديال الوصفه في اسفل هاد الفيديو اللي بغى يدير داك المشروب الصحي مع هاد القهوه. ومن طبيعه الحال الماء واتاي كيكون افولونتي النهار كامل شربوا اللي بغيتو اتاي مسوس والماء. هادشي ما كاين بالنسبه لهاد الوصفه نتمنى من الله انها تكون فاتكم تكونوا استفدتوا جربوها واكيد اكيد غتعطي المفعول ديالها. فقط واحد التوضيح بالنسبه للنساء او للنساء اللي بالنسبه للدوره الشهريه في ديك السيمانه ديال اللي كتكون عن الدوره الشهريه قبل والسيمانه ديال الدوره الشهريه راه كيتعطل الحرق يعني الحرق كيكون في دوك الاسبوعين اللي ما فيهمش الدوره الشهريه يعني واخا حتى الا شربتوها غادي تقولوا لي ما ساعدتناش ولا ما عاونتناش. بالنسبه لدوك الاسبوعين ديال قبل وبوندون هذيك الدوره الشهريه راه ما كيكونش الحرق كثير. فوالا هادشي اللي كاين. المهم نتمنى من الله انها تكون فاتكم هذه الوصفه. ما ننساوش اللي جربتها تخلي لي في التعاليق واللي عندها فكره اولا تفيدنا بشي فكره تخليها في التعاليق. ومازال ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات قادمه كلهم على ريجيم اللي تقدروا تطيحوا به الوزن بسرعه وريجيم فعال. نقول لكم تهلاو فريوسكم تهلاو صحيحتكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.